يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح بالاهلي. وتعالوا نروح بقى على اهلي الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. يا صباح الخيرات عليك يا هنا. يا هنا اتفضلي، اهلا بيكي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق واصل تدريباته، تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا والمران بدأ في تمام العاشرة صباحا وهو لسه مستمر حتى الآن. ده طبعا بقى استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فيوتشر يوم الجمعة القادم الساعة 7 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى للرجال كرة القدم كل التوفيق، إن شاء الله بقى يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد ويظلوا متصدرين جدول الترتيب زي ما عودونا دايما. يعني طبعا كمان كان الفريق واصل تدريباته أمس بدون راحة بعد مباراة الاتحاد السكندري. يعني قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق إن الفريق يواصل تدريباته مباشرة بدون راحة سلبية. خلوني بقى أكلمكم أكتر عن المران. كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، يمكن كمان كانت محاضرة مطولة يعني استمرت لأكثر من 30 دقيقة عشان بقى يتحدثوا عن بعض الأمور المتعلقة بالفترة القادمة. كمان بقى خلينا أقول لكم إنه اللعيبة اللي شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري خاضوا بعض التدريبات البدنية في الملعب ثم خاضوا فقرة من التدريبات البدنية داخل صالة الجيم، واللعيبة اللي ما شاركوش في المباراة خاضوا بعض التدريبات الفنية والبدنية في الملعب ثم قاموا بعمل تقسيمة مصغرة بين اللاعبين. ده طبعا استعدادا ايضا للمرحله المقبله. يعني طبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق وزي ما قلت ان شاء الله يقدروا يفوزوا على فيوتشر في مباراه يوم الجمعه القادم. يعني ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بملكات كره السله اللي عندهم النهارده مباراه مهمه جدا امام فريق هليوبلس، وان شاء الله يفوزوا بقى في المباراه ويتوجوا ببطوله منطقه القاهره. يعني هم حتى الان ماشيين بخطه ثابته جدا في نهائيات بطوله منطقه القاهره. اخر مباراه ليهم كانت امبارح وقدروا يفوزوا على فريق مصر للتأمين بنتيجة 72-43. إن شاء الله بقى كمان يقدروا يفوزوا في مباراة النهاردة ونكون بنحتفل بيهم يوم الحد القادم في 10 الصبح في الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى رجال كرة السلة بيستعدوا بشكل قوي جدا لنصف نهائي بطولة كاس مصر، هيواجهوا فريق الجزيرة، وكانوا قدروا يفوزوا في ربع النهائي على فريق سموحة بنتيجة 91-48. بنتمنى لهم بقى كل التوفيق. طبعا رجال كرة السلة دريم تيم النادي الأهلي، بيلعبوا على المكسب دايما، وهو دي الحقيقه كل الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي بتلعب دائما على المكسب. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد، وسيدات كره اليد غادروا للكويت صباح اليوم. تجمع الفريق كان الساعه 4 الفجر والطياره كانت الساعه 7 صباحا عشان بقى يشاركوا في دوره الكويت الوديه استعدادا للمرحله القادمه واللي بالتحديد هتكون يوم 21 ديسمبر، منافساتهم امام فريق الشمس. ده طبعا ضمن ربع نهائي بطولة كاس مصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني اكلمكم بقى اكتر عن مشاركة سيدات كرة اليد في بطولة الكويت الودية. هتستمر منافسات الاهلي من 15 ل 19 ديسمبر. المباراة الاولى هتكون الخميس 15 ديسمبر امام منتخب عمان الساعة 4:30. المباراة الثانية هتكون يوم الجمعة 16 ديسمبر، هتكون امام فتاة العيون الكويتي الساعة 4:30. و تالت مباراة ليهم هتكون يوم السبت 17 ديسمبر، هيواجهوا البحرين البحريني أيضا الساعة 4:30. وآخر مباراة ودية ليهم بقى هتكون يوم 18 ديسمبر، هتكون الأحد، يعني هتكون يوم سلوى الكويتي الساعة 3:30. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى تكون خير أعداد للمرحلة القادمة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة ورجال الماسترز. رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي بيتأهلوا للمرحلة القادمة من بطولة الدوري بالعلامة الكاملة، متصدرين المجموعة الثالثة بعد فوزهم في جميع المباريات. يعني آخر مباراة ليهم امبارح كانت أمام فريق اسكندرية للبترول، انتهت بنتيجة 3-0. يمكن المباراة كانت مذاعة على قناة النادي الأهلي، شفنا كالعادة سيطرة كاملة من رجال كرة الطايرة، قدروا يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-16.
الشوط الثاني بنتيجه 25-17 والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-17. يعني طبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق في المرحله القادمه. وخليني اقول لكم انه في المرحله القادمه هيواجهوا ثلاثي المجموعه الاولى نادي الزمالك، نادي سموحه، ونادي الشرقيه للدخان. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى خلوني اقول لكم انه كالعاده طبعا النادي الاهلي كل يوم بيحتفل بانتصار جديد وبطوله جديده. فريق الووتر بولو مواليد 2000 بالنادي الاهلي توج امس ببطوله الجمهوريه، ده بعد فوزه على فريق الجزيره بنتيجه 18-2. عملوا مباراه كبيره جدا كالعاده وقدروا يحسموا البطوله لصالحهم. طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الووتر بولو بالنادي الاهلي. كمان بقى جمباز الاهلي تحت 12 سنه قدر يحصل على 14 ميداليه متنوعه في بطوله الجمهوريه، بالتحديد قدر يحصل على 10 ميداليات ذهب واربع ميداليات فضيه. يعني طبعا بنبارك لهم وبنهنئهم على الانجاز الجديد اللي بيحققوه ده. البطوله كانت بتقام على صاله نادي مدينه نصر، وقدر الحقيقه ناشئين النادي الاهلي ان هم يعملوا بطوله كبيره جدا زي ما عودونا دايما. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه المتميزه. طيب.